من خايف على آدم يا بابا. خطفوا سلندر مان يا مؤمن، خطفوا سلندر آدم. مان. لسه صاحي من النوم دلوقتي. ايه ده، ابني لسه نايم؟ ماشي سيبه نايم يريح شويه قبل ما انا ايه انزل اغسل وشي. نعسان قوي، خلينا ادخل اغسل وشي بسرعه. يلا الميه الدافيه بسرعه. يا سلام، خلاص خلينا بقى دلوقتي نصحي بقى يا مؤمن. هو نايم الساعه كام بالليل؟ كان قاعد بيلعب على الكمبيوتر ولا ايه يا مؤمن؟ ايه يا بابا، انت نايم باللعبه بتاعتك؟ مش انا قلت لك ما تنامش بالالعاب بتاعتك؟ ما اعرفش انام من غيرها. طيب تعالى، انت كنت قاعد بتلعب لحد الساعه كام على الكمبيوتر امبارح؟ 5. انا مش قلت لك هو اخرك لحد الساعه 3 يا مؤمن؟ اسف يا بابا. طب يلا تعالى يلا عشان نفطر ونروح المدرسه. تعالى بسرعه، يلا كلك موزه ولا تفاح؟ انا شبعت يا بابا، اروح اغسل وجاي. ماشي يا مؤمن، عايز اروح النهارده المدرسه بدري عشان اشوف الناظر عايز مني ايه، قال لي لازم تيجي النهارده بدري. خلاص يا مؤمن. ايه ده، الموبايل بتاعي بيرن، موبايلي بيرن. استنى مؤمن، جالي اتصال، ثانيه واحده. الو الو، ايوه حضره الناظر. يا ابو علي، بقول لك النهارده احنا مخططين ان احنا هنعمل رحله مدرسيه للاطفال. رحله مدرسيه تحت امرك يا فندم، تحت امرك حضره الناظر. حاضر، جهز كل حاجه كده ولم الطلاب وروحوا انت وهم. حاضر يا فندم، انا اطلع بالباص واخدهم كلهم. حاضر، مع السلامه يا حضره الناظر. مع السلامه. لازم اخد الطلاب بسرعه واوديهم للرحله المدرسيه واشوف المكان الاول. يا مؤمن تلفزيون، يا مؤمن تعالى يلا، احنا ساكنين بعيد جدا، احنا قايمين الفجر عشان نروح المدرسه. يلا تعالى، يلا اركب بسرعه الباص، اركب الباص. يلا يا مؤمن بسرعه، خلينا نجيب الولد. يا ادهم، يا واد يا ادهم. حاضر. هيأخرنا بقى زي كل يوم. يلا يا ابني عشان نلحق المدرسه. تمام، عندنا رحله النهارده، يلا بسرعه. انا لازم اقف في مكان كده كل يوم، مش هينفع كده اعدي عليهم كل يوم. يا فؤاد، يا ميدو، يلا يا ابني هنتاخر النهارده، اطلعوا يلا. حاضر يا استاذ، انا جاي اهو دلوقتي. يلا يا فؤاد هنتاخر، انتوا عندكم رحله النهارده اصلا، عايز اوديكم بدري واجيبكم بدري. يلا يا ميدو. انا يا استاذ بس تجيب لي البلاي ستيشن. كيم بلست يا ميدو، هدخل اضربك في بيتك. يلا اخسر تخسر. الله انا نازل لك اخسرك. اطلع يلا بره البيت، يلا بسرعه. ادي الخسر ولا هيجنني. جاي اهو، جاي. يلا اركب بسرعه بقى، اركب بسرعه عشان اوديكم الرحله. يلا عن سيبوني مكان. في مكان ورا، كل الطلاب ركبت دلوقتي، لازم نروح المدرسه عشان رحلتنا بعيده ولازم نعرف من حضره الناظر فين المكان بالظبط. اخيرا وصلنا المدرسه، المشوار بعيد ولسه كمان رحلتكم بعيده، ربنا يستر من المشوار ده، انا خايف منه بصراحه لانه بعيد. ثانيه واحده هدخل اشوف حضره الناظر. ثانيه واحده، اركب مكانك يا ولد، هشوف حضره الناظر وهنشوف الرحله فين وهاجي لكم تاني. استاذ يا رحله عن ايه؟ ثانيه واحده. ماشي. اخيرا خدت العنوان من حضره الناظر، بس ده بعيد جدا، يا نار ابيض، ده احنا هنقعد 6 ساعات. يلا جيت لكم اهو، جبت العنوان. الرحله هتبقى عباره عن ايه؟ مفاجاه، خلوها مفاجاه، ربنا يستر بس من الطريق، لان الطريق ده في الغابه، ربنا يستر علينا. بابا انا خايف يا بابا اروح الغابه. ما تقلقش يا مؤمن، انت في عيني انت واصحابك، اوديكم وهجيبكم بخير ان شاء الله. يا بابا استاذ، انت بتعرف تسوق ولا لا؟ واخيرا وصل استاذ بعرف اسوق ولا لا، يعني بعد ما جبتكم تقولي استاذ بعرف اسوق ولا لا. يلا يلا يلا، حضروا نفسكم عشان هننزل. يا استاذ انا كنت هتخبط ايدك. انزلوا يلا، انزلوا خلاص وصلنا، تعالوا. ايه رايكم في المكان اللي هتنزل؟ بصوا اتفسحوا والعبوا، بصوا في البحر وعوموا، وانا هستناكم بقى عشان انا هنا تعبان بصراحه. طب يا استاذ انا كنت عايز اروح الملاهي. استاذ تعال خدنا، ما اعرفش اعوم. عيشوا حياتكم بقى، العبوا في البحر شويه، يا اما تستنوا لما الصبح يطلع واستريحوا، والاكل عندكم، اشووا اعملوا. الشمس طلعت احسن حاجه. بس طب انا ما اعرفش اعوم. يا سلام، الجو هنا جميل بصراحه، العبوا بقى يا شباب. تعال خدنا عشان ما اعرفش اعوم. انا ما اعرفش اعوم. جاي لك هاخدك اهو، جاي لك. اوه ما تعرفش تعوم، خلي اصحابك يعلموك بقى، دي فرصتك ان انت تتعلم. ما بعرفش. هاخدك اهو. اتعلم بقى، لازم تعرف تعوم. انزل يلا. يعرف يعومني؟ يلا اتعلم من اصحابك وانا رايح هنا شويه بصراحه، عشان ضهري واجعني طول الليل وانا سايق الاوتوبيس. بابا انت صعبان عليا، فخد الميه دي. ماشي يا مؤمن يا حبيبي. طب روح العب بقى يا مؤمن، يلا اتفسح وروح العب شويه مع اصحابك. يلا روحوا اتفسحوا والعبوا. اقدر العب مع ادهم. يلا يا ادهم، خد مؤمن وعوموا كده شويه في البحر.
تمام يا استاذ. انا هلعب معاهم عقبال ما انت تحضر الاكل، لان انا صراحه جعان. ماشي يلا حضر لكم الاكل انا كمان شويه. انا اسف يا استاذ، انا قعدت كتير قوي على الكمبيوتر امبارح وصورت، انا هقعد جنبك كده بس شويه. خليك يا فؤاد هنا جنبي، خليك، اهم حاجه ان انتوا تكونوا بخير وجنب بعض. بصراحة الجو هنا كده مشمس وجميل، يا سلام على راحة البال، يا سلام يا على الجو. ايه 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 اللي بيحصل؟ بلحق يا مؤمن. ايه يا مؤمن؟ ايه يا مؤمن، ده حصل لك حاجة ولا ايه؟ مين بيغرق؟ ميدو بيغرق. ثانية لازم انقذه، استنى يا ميدو انا جاي انقذك يا ميدو، تعالى يا ميدو، ثواني ثواني، نقصتك نقصتك يا ميدو. يا استاذ خلاص نقصتك يا حبيبي نقصتك. مؤمن مش تاخد بالك من صاحبك يا مؤمن، انا معلمك العوم، تعالوا يلا. طلعني يا استاذ، النفس كان هنا صعب. مطلعك اهو، هطلعك اهو. مش انا قلت لكم ما تعوموش في الاماكن الغويطه، عوموا على اول البحر. ايه اللي مدخلكم كده جامد يا ادهم؟ ادهم تعالى هنا يا ادهم عشان ما تغرقش. يا استاذ انا المكان هنا عاجبني، انا بعرف اعوم. يا ادهم اسمع الكلام، هتموت، تعالى هتغرق في البحر. لا يا استاذ المكان هنا الشمس، تعالى يا ادهم عليا. يا ميدو انا هعلمك العوم يا حبيبي، بص تعالى يا مؤمن، مش تاخد بالك من صاحبك يا مؤمن وتعلمه. بص يا ميدو اتعلم العوم كده، يا سلام، بص سهل جدا، سهل اهو. يا ادهم تعالى هنا عشان ما تغرقش يا ادهم، يلا الشمس بتمشي اهي خلاص. ادهم انت بتعمل ايه عندك؟ بقينا بالليل نطلع من البحر، تعالى. عجباني السباحه يا استاذ، انا فرحان هنا. تعالى يا ادهم انت كده دخلت في الغويط هتغرق. انا بعرف اعوم يا استاذ، يعني متدرب كويس. يا سلام كل دي ناس، انا جعان قوي ما شفتش راس من فتره، انا جعان، انا هروح اكلهم كلهم. البحر بقى غويط يا ادهم، تعال انت واقف هناك ليه عندك غويط؟ محدش يتحرك. ايه ده؟ محدش يتحرك. سلندر مان لازم انقذه، تعال يا ادهم انقذك، اجري مش ادهم. قادر مكان غويط. تعال يا مؤمن تعالوا ارجعوا ارجعوا لحسن يخطفنا كلنا، تعالوا تعالوا. ايه ده؟ انا اخطف واحد حاجه يا بابا، لا اما اخطف كلكم. عايز يخطف واحد مننا، يخطفنا كلنا، اجري فوق. تعال هنقذك يا ادهم، سلندر مان خطفه. خايف؟ اجري بسرعه اجري بسرعه اجري بسرعه. انا خايف على ادهم يا بابا. خطفه، خطف سلندر مان يا مؤمن، خطفه، خطف سلندر مان. احنا لازم ننقذ ادهم، لازم ننقذ ادهم دلوقتي. نعمل ايه؟ تعالوا تعالوا يلا بينا، تعالوا بلغ الشرطه، تعالوا يلا بينا نجري، تعالوا تعالوا يا مؤمن، تعالوا يا فؤاد، تعالوا يا ميدو، اركبوا اركبوا لازم نجري بسرعه، اركبوا اركبوا لازم يجري بسرعه قبل ما يجي يخطفنا كمان، يلا اركب اركب يا مؤمن. يلا مشينا مشينا، يلا لازم نروح نبلغ الناظر بسرعه، نشوف هنعمل ايه. خطفت واحد منهم، سيبني اركوك سيبني، عايز اروح لبيتي واصحابي. ما تخافش مش هاكلك، انا هسيبك عايش عشان هم كل اصحابك يجوا ينقذوك، واول ما يجوا هخطفهم واحد ورا التاني عشان اكلهم كلهم.